عمرها 3400 سنة، مومياء تعود للأسرة 19. تخضع هنا لعملية ترميم دقيقة وتعقم بشكل كامل لمنع أي أسباب للتلف، وتحتاج لضخ نيتروجين لها من خلال هذا الجهاز لعزلها عن البيئة الخارجية المحيطة بدرجة حرارة ورطوبة معينة، كل ذلك تمهيداً لعرضها في المتحف القومي للحضارة بعد أن نقلت من المتحف المصري. هننقل المومياوات الملكية من متحف المصري بالتحرير، هننقل 22 موميا منهم 17 مومياء لملك في موكب كبير جدا إن شاء الله، ثم بعد كده هنحتاج حوالي 3 إلى 4 أسابيع أعمال صيانة بالنسبة للمومياوات اللي هتوصل قبل عرضها للجمهور. أما صاحبها فهو سنجم، كان رئيسا للعمال خلال فترة الملك سيتي الأول وأوائل عصر ابنه الملك رمسيس الثاني. عثرت على مقبرته هو وزوجته في مدينة الأقصر قبل قرن وثلاثين سنة. أما هنا تتم عملية ترميم لأشهر وأهم القطع الأثرية في التاريخ الفرعوني، مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي ستعرض في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه العام المقبل. فالفرعون الصغير الذي توفي في 19 من عمره اكتشفت مقبرته قبل 100 عام على يد العالم الإنجليزي كارتر، لكن هذا التابوت الخشبي كان القطعة الأثرية التي بقيت في المقبرة دون نقلها إلى أن جاء إلى هنا. بعد اكتشاف المقبرة كان واضح أن التابوت في حالة إلى حد ما سيئة، قشور كثيرة جدا وقع، فدلوقتي بيتم تجميع هذه القشور المذهبة ودراستها ومحاولة إعادة تركيبها في مكانها الأصلي كما كان عند المصري القديم، مش كما كان في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. عملية ترميم دقيقة ستستغرق شهورا من أجل إعادة هذه المقتنيات لجمالها الأصلي. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.